كل شيء جديد في سالة اللي كان سالة ولا سالة أكيد بدلنا فيها كل شيء أكيد مع الديكور كل هيك ما تشوفوا يعني يصير حاجة مزينة حتى بالنسبة للعرايس فما وين يتصوروا فما هكا ديكور مزينين برشا ابتداء من جوز ملين وميتين وماكس ماكس أكيد بشتوقف ما بين جوز ملين وخمسمية على خاطر فما حاجات نجمو ليزوفر نزيدوهم باج بتاعنا لكونتيسا ونيميرو بتاعنا موجود ويتصلوا بينا ومرحبا بيهم الناس الكل فضاء الجازية سابقا لكونتيسا الجازية حاضرا احتضن برشا حفلات في حمصوصة وعنده تاريخ معهم احنا اخذنا الفضاء وراهنا عليه وخدمنا على ديكور جديد ديكور يتماشى مع جميع الحفلات أموفيبل بلمسة بسيطة نجم بدلوه يمشي مع أوتية يمشي مع فيونساي يمشي مع حفل زفاف حبينا يكون فضاء مليء بالفرحة فيه الورود اللي هي رمز إلى الفرحة ورمز إلى الوفاء ورمز المناسبات السعيدة خدمنا بإضاءة عصرية جدا خدمنا على إيزولاسيون أكوستيك اللي هي تكون معناها تتماشى مع السهرات وما تكونش تكون في أعلى مستوى الفضاء هذا نقول لكم راهو الموقع متاعه ممتاز اللي هو بعيد 400 متر على المنطقة السياحية في حمصوصة أكسيسيبل للناس كل فيه باركينج كبير بالنسبة للعباد اللي تحب تعمل حفلاتها وكل طاقة الاستيعاب متاعنا اللي هي ما بين 350 ل 450 عندنا زوز فضاءات فضاء اللي هو الرسمي ولا الأصلي اللي فيه الصالة وعندنا فضاء آخر للعشاء وكل المناسبات الصغيرة بالنسبة للعنوان هو سهل برشا اللي يعرف حمصوصة ويعرف المنطقة السياحية والطريق السياحية في اتجاه القنطاوي رمبوان قبل القنطرة بتاع حمصوصة يدور على اليسار رمبوان هذاك 500 متر يلقى الفضاء متاعنا بالنسبة لأرقام الهاتف 58-609-557 وإحنا 24 في 24 على ذمتكم اللي يحب يستفسر سمية الحمامي هو المصور معنا بارتنير مع السالة عنا إزدين فوياج هي كيف كيف معناها سبونسور وتخدم معنا ومعنا زادة سيهيك الدريوة اللي هو متعهد حفلات وعنده أوركسترا معروفة أوركسترا الأمير ونقول لكم اللي احنا تو ماشيين مش نعملوا دي باك فيهم كل شيء بالمصور بالفوياج ونوز بالصالة بالأوركسترا وحتى العشاء كان تحبوا توما فما ديتراتور معنا ومن أعلى طراز لي باك هذوما مش عاملوهم باك برونز باك أرجون وباك جول انتيو كل واحد والمستوى الشرائي وفيهم المقدرة الشرائية بالنسبة للناس كل معناها مش تلقاو اللي باك اللي تماشى مع الناس كل مهمتنا كما قلت لكم المرة الأولى اللي هي نظنكم تكون المناسبة بتاعكم في أعلى جودة تكون مناسبة لا تنسى ولحظات لا تنسى في ذكريات بتاعكم.